فيكم جميعا في دورة متخصصة في برنامج البروتس. إن شاء الله اليوم حتتعلم كيف ممكن تصمم دائرة إلكترونية باستخدام برنامج البروتس 8 اللي هو أحدث إصدار، وكيف ممكن تعمل البي سي بي الخاصة في هذه اللوحة، وكيف تخرجها وتجهزها للطباعة. الدورة طبعا حتكون دورة متكاملة، وإن شاء الله حتكون شاملة لكل المفاهيم والمعايير. بإمكانك دعمنا عن طريق الاشتراك في القناة عن طريق زر سبسكرايب من هنا، أو تعمل شير للفيديو هذا. في البداية لازم يكون عندك طبعا نازل على الجهاز برنامج البروتس 8، هذا أيقونة البرنامج. لو مش نازل عندك أو حاب تحمله، الرابط هتلاقيه في وصف الفيديو تحت. خلينا نشغل البرنامج. خلال الدورة هذه هتتعلم كيف تصمم دائرة بالشكل هذا وتحولها لتصميم ثلاثة أبعاد بحيث إنك تشوفها، وتجهز البي سي بي الخاصة بالدائرة. الأمور اللي هتعرف عليها في البداية هيكون في مقدمة، بعديها جزئية تنصيب البرنامج، هذه هحط لها رابط في وصف الفيديو، تحت الفيديو هتلاقوه إن شاء الله. الجزئية الثالثة هنعمل مقدمة بسيطة لواجهة البروتس والأدوات الموجودة فيه، بعدها هنوضح كيف ممكن تعمل ديزاين ودرو، يعني كيف ممكن تصمم وترسم وتجرب دائرتك الأولى باستخدام الآيسيس. بعدها هيكون في مقدمة لبعض التكنيكس أو بعض التقنيات اللي أنت ممكن تستخدمها عشان تحترف الآيسيس، اللي هو عبارة عن جزء من برنامج البروتس، الباكج تبعت البروتس. بعديها هتتعلم كيف تصنع العنصر الخاص فيك باستخدام الايسس وتضيفه، يعني لو في عنصر الكتروني مش موجود انت ممكن تتعلم كيف تعمله وتضيفه للدائرة تبعتك في التصميم. بعديها هننتقل لجزئية كيف انت ممكن تصمم وترسم وتختبر دائرة اكثر تعقيد. بعديها هنتعرف على الارس اللي هو الجزء الثاني من البروتس باكج. بعدين هنجهز التصميم اللي عملناه في الايسيس اللي هو الجزء الاولاني التصميم العادي عشان نحوله لبرنامج الارس ونجهز البي سي بي. بعديها هنعمل نقل للتصميم تبعنا ونعمل وضع للعناصر في اماكنها الصحيحة. بعديها هنبدأ عملية الروتينج اللي هي توصيل الاسلاك بين العناصر. بعديها هنقوم بانهاء الدائرة. الدرس الاول هيكون عبارة عن مقدمة زي ما حكينا. البروتاس هو عبارة عن باكج سوفت وير، يعني عبارة عن سوفت وير متكامل بوفر لك أدوات متنوعة لتصميم ورسم الدائرة الإلكترونية الخاصة فيك وتجربتها، بيوفر لك خاصية المحاكاة simulation بحيث إنك تجرب الدائرة هذه قبل ما تعملها في الحياة العملية وتشوف إذا فيها أي أخطاء. وبينقسم لقسمين، ايسيس وارس. ايسيس هو الجسم اللي هنستخدمه في عملية تصميم الدائرة هذه، اما الارس هو اللي هنستخدمه في عمل البي سي بي زي ما انتم شايفين في الواجهة هذه، وهنشوف من خلاله شكل ثلاثي ابعاد. طيب بالنسبة لعملية تنصيب برنامج البروتس، اللينك هتلاقوه في المرفقات مع شرح فيديو لكيفية تنصيب هذا البرنامج ان شاء الله، ولو في اي استفسارات ممكنك تطرحها في التعليقات. الدرس الثاني هنوضح فيه التول بارز المنيوز والورك اريا اللي هي منطقه العمل الخاصه ببرنامج البروتس وجزئيه الارس فيه. زي ما احنا شايفين هاي برنامج البروتس عندي، هذا بروتس 8 طبعا. اول خطوه هنيجي ننشئ بروجكت جديد، فايل نيو بروجكت. ممكن ياخد شوية وقت. طيب هنا بنغير اسم البروجكت تبعنا، خلينا نسميه first project، يعني المشروع الأول. نضغط التالي، تالي، next، next، finish. هيك أنا عندي صار أنشأت بروجكت جديد. عشان أقدر أوصل للأيسس اللي احنا كنا نتعرف عليه لازم أضغط على الأيقونة تبعته اللي هنا.
هيك زي ما احنا ملاحظين فتح قدام الايسس. خلينا نتعرف على بعض الايقونات وعلى واجهة البرنامج. في البداية هذه المنطقة هي منطقة العمل اللي انا هقوم بوضع الايقونات فيها، اقوم بوضع العناصر فيها واوصلهم مع بعض واعمل استيميوليشن. تحت هنا الاربع زرار هدول، هذا الزر للتشغيل، هذا الزر لتشغيل سيميوليشن بس باستخدام فريم فريم، بحيث انك تلاحظ التغييرات اللي بتصير عندك على التصميم، يعني السيميوليشن اللي هو المحاكاة. فانت لما تحاكي الدائرة بدك تشوف التغيير اللي بصير بصورة لحظية، يعني لحظة لحظة، بدل ما تشوفه بصورة سريعة. ممكن تضغط على الزر هذا، هذا للإيقاف المؤقت للسيميوليشن للمحاكاة، هذا للإيقاف الدائم. هدول زي ما احنا عارفين فتح مشروع جديد، إنشاء مشروع جديد، فتح مشروع جديد، حفظ المشروع أو إغلاق المشروع. هذا برجعك للصفحة الرئيسية اللي قبل شوية كانت موجودة. الأيسس اللي لونها أزرق بيفتح لي الواجهة هذه تبعت الأيسس. الأرس اللي بالأحمر هيفتح لي واجهة تانية اللي هي خاصة ببرنامج الأرس اللي هنتعرف عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. بعديها عندي أنا 3D Visualizer، هذا الأيقونة هي اللي هتفرجيني شكل ثلاثي الأبعاد للتصميم تبعي. عندنا الديزاين اكسبلورر بوفر لي القائمة الخاصة، لو أنا عندي في الديزاين عدة عناصر كل عنصر بيجيب لي الريفرنس تبعه والقيمة تبعته. بعديها عندي البيل اوف ماتيريالز، هذا بعد ما اخلص التصميم تبعي جربته سيميوليشن جهزت اللوحة تبعته، بدي اشوف العناصر كم من عنصر انا عندي، كم قيمة كل عنصر، قديش بكلف، بضغط عليها بتطلع لي قائمة متكاملة فيها زي هيك بالضبط، كم من كباستور عندي، كم من مقاومة، كم من انتجريت السيركت، وكل واحدة قيمتها، بحيث اني اطبع هذه القائمة واروح على المحل الخاص بالالكترونيات واشتري العناصر اللي بدي اياها. هنا بطلع لي السورس كود تبع التصميم، هذا بيلزمناش كتير. هذه الاوفر فيو، هذا لتحديث التصميم، احيانا البروتس بيعلق، فانت لما تضيف عنصر تضيف بيكسلك بين عنصرين ممكن ما يظهروش، فانت لما تضغط على هذا العنصر هتلاقي انهم ظهروا عندك زي نظام تحديث في الويندوز. هذه التوجل جريد، هذه الجريد اللي هي عبارة عن مربعات اللي انت شايفها قدامك، فانت لما تضغط هنا زي ما احنا لاحظين راحت المربعات، لما تضغط ضغطة جاب نقاط، لما تضغط كمان ضغطة بحولهم لمربعات. طبعا انت ايش اللي بريحك تستخدمه، بس هو اللي يفضل دايما يكون الجريد زي هيك، بحيث انه انا لما احط العناصر واشبكها مع بعضها البعض تكون عملية سهلة وبسيطة. توجل فولس اوريجين، هذه بتقوم بعملية تصحيح نقطة الأصل الخاصة بالتصميم تبعي. بعديها عندي هدول الأدوات، سنتر ات كورس، هذا بتقوم بعملية تحريك العناصر، زوم ان يعني تقرب على التصميم او عقطة معينة، زوم اوت تبعد، وزوم تو فيو انتير شيت، بحيث انه انا لو كنت عامل هيك عامل زوم ان كتير يعني مقرب على الصورة كتير وبدي ارجع، بضغط هنا برجعني للواجهة الرئيسية بخليها كلها مكانها. وطبعا انا لو كان عندي اي عنصر او بدي اعمل زوم على منطقة معينة بختار هذه الايقونة، بحدد بعد ما اختارها بيجي لي اداة تحديد بحدد المنطقة مستطيل، المنطقة اللي انا بدي اعمل زوم عليها، وبيعمل لي زوم عليها زي ما احنا ملاحظين. هدول نفس الايقونات الموجودة في الاوفيس الكل بيعرفهم طبعا. هذه الايقونة تستخدم لفحص كهربائي للعناصر الموجودة عندي في التصميم، بحيث انه لو في عندي اي خطأ. هذا بالنسبة للقائمة العلوية، القائمة اللي على الشمال هنا زي ما احنا ملاحظين هذه الأداة تستخدم لعملية تحديد العناصر على الرسم. هذه الأداة لما أضغط عليها لازم أضغط على حرف البي هنا، وبتستخدم في عملية إضافة العناصر على التصميم. يعني فلنفترض إن أنا بضيف مقاومة مثلا، المقاومة ممكن أنا أطلع على القائمة، هذه كلها قائمة عناصر باكجز داخلها جوا في عناصر تانية، أنا ممكن لو عارف أنا المقاومة إيش اسمها باللغة الإنجليزية بكتب RES، هي ريزيستور اختصار لكلمة ريزيستور، فبتجيني هنا برا الضغطتين بلاقيها انضافت عندي على الشمال. لاحظوا هي انضافت على الشمال ما ضافتش لسه على التصميم، يعني انا هيك بس ضفتها في القائمه تبعتي اللي انا قائمه العناصر اللي انا بدي استخدمها في التصميم. نضيف مثلا ليد، لو كتبنا ال اي دي باسمه بيطلع لي قائمه كتير كبيره فيها ليدات كتير، بختار اي ليد فيهم بضغط طبعا ضغطتين. طبعا لاحظوا هنا لما اختار اي عنصر بيظهر لي هنا وبيظهر لي هنا المفترض، بضغط ضغطتين زي ما احنا ملاحظين اجى لي هنا، بضغط اوكي بعد ما اخلص اختيار، وبعديها كل اللي عليا اضغط ضغط على العنصر اللي بدي اضيفه اضيفه على التصميم، اضغط ضغط هنا واضيف زي ما احنا ملاحظين.
طيب رايت ليبل مود، هذا تستخدم لكتابة ليبل لكل عنصر أو لكل مجموعة من العناصر أنت بدك تكتب لها اسم معين، ممكن تستخدمها. هذه تستخدم لإضافة نص. بس مود هذا تستخدم لربط عدد من العناصر مع تقليل كمية الأسلاك المستخدمة، يعني تستخدم في تنظيم عملية ربط العناصر وتسهيلها وإظهار التصميم بمظهر أقل تشعب من ناحية عدد الأسلاك. سب سيركت مود، تيرمينالز مود. تيرمينالز مود هذا مهم جدا، هذا بوفر لي الطرفيات الخاصة بالبرنامج، أنا ممكن من خلاله أضيف إنبوت أو أوتبوت أو أضيف ديفولت. هنتعرف عليه بصورة أكبر في الدروس القادمة إن شاء الله، بس عندي مبدئيا في الباور الجراوند، هذا لازم هم أهم شغلتين أعرفهم. هذا الجراوند أنا بضيف أرضي لأي عنصر، أما الباور بضيف فولت. أنت مثلا الليد بده يشتغل بده 5 فولت، بروح بضيف العنصر الباور، بضغط عليه ضغطتين، بحط فيه قيمة الفولت اللي أنا بدي إياها. فلنفترض مثلا موجب 5 فولت، هاي القيمة، هي صار عندي 5 فولت بتغذي الليد. لو جينا العنصر هذا ديفايس بن مود، هذا بيوفر لي بنات ممكن استخدمها في عملية صناعة العناصر، لو كان في عندي عنصر مش موجود هذا هستخدمها الأداة فيها. هذا الجراف مود بوفر لي زي ما احنا ملاحظين زي رسم جرافيكس، زي نظام السورسكوب للعناصر الموجودة عندي. أنا ممكن أربط في أي عنصر موجود وأقرأ الإشارة تبعته. في عندك أنالوج، ديجيتال، فريكوانسي، نويز، ديستورجن، أوديو، ممكن أي إشارة يقرأ. لو جينا للجنريتور مود، هذا بوفر لي مولدات إشارة، دي سي، ساين، بلس، اكسبوننشال، فايل، اوديو، اي اشارة بدك اياها تولدها. ممكن تختار بس العنصر زي ما احنا ملاحظين هيا، ومن هنا بغير الاعدادات تبعتها. يعني كم فولت بدي اياها دي سي مثلا 12 فولت، هيك صار في عندي 12 فولت دي سي من خلال هذه، وكل اللي علي اروح ايش اربطها في اي عنصر بدي اياه. طيب لو جينا هنا البروب مود، زي ما احنا ملاحظين بوفر لي ادوات لقراءة الفولت عند نقطة معينة. هذا اللي هو الكمبيوتر او السولسكوب مود، بوفر له عدة عناصر زي اجهزة بتكون موجودة في المختبر عشان استخدمها في السيميوليشن. هي غالبا هذه التقنيات تستخدم في السيميوليشن، فتسهيلا بدل ما انت تضطر تشبك الدائرة وبعديها تفحصها، وفروا لك مثلا اسلسكوب وفي 4 شانلز A B C. انا ممكن اشبكها في العنصر اللي بدي افحصه، اول ما اشغل البرنامج تطلع شاشة سوداء فيها القراءات. العناصر هذه خط، مربع، دائرة، قوس، دائرتين، هذا تستخدم للكتابة، وهذا يستخدم لوضع رموز. هدول العناصر كلهم يستخدموا في عملية رسم عناصر جديدة. يعني لما يكون عندي عنصر مش موجود مثلا اي سي بدي ارسمها، بضيف مستطيل، مثلا بدي اضيف نص اسميه باسم معين، بروح بضغط هنا بسميها مثلا اي سي زي ما احنا ملاحظين صار اسمها اي سي، وبضيف لها رجلين. هلا هنتعرف عليها طبعا في الدرس في الدروس القادمة ان شاء الله. هدول عشان يعملوا روتيت او ريسايز. هذا كان تعريف متكامل بواجهة برنامج الايسس، بحيث انك تكون فاميليار مع الادوات الخاصة فيها. الان بعد ما تعرفنا على الواجهة بدنا نرسم اول دائرة، دائرة بسيطة جدا في هالدرس ان شاء الله. الدائرة عبارة عن 5 لدات مع 5 مقاومات، مفتاح، مصدر فرق جهد مع أرضي. أول خطوة نضيف الأدوات، بعديها كيف يعني نضيف الأدوات؟ يعني نروح نضيف كافة العناصر اللي بدنا نستخدمها في التصميم. بضغط هنا زي ما حكينا، زي ما احنا ملاحظين احنا ضفنا أصلا ليد ومقاومة، ضايل أضيف مفتاح. بكتب سويتش اللي هي عبارة عن كلمة مفتاح باللغة الإنجليزية. هنا زي ما احنا ملاحظين هيك نضاف العنصر عندي، هاي السويتش هاي نضاف هنا. الآن بروح بدي أضيف للدات. طبعا عشان أعمل روتيشن للعنصر ممكن أنا أضيفه، وبعد ما أضيفه أجي عليه بالزر اليمين عشان بدي أعمله دوران، يعني أعمل روتيت كلوك وايز أو أنتي كلوك وايز، يعني مع اتجاه عقارب الساعة أو عكسه، أو بضغط على العنصر بكل سهولة، بروح على زر الزائد والناقص وبضغط عليهم. هاي ضغط على زر الناقص عمل روتيت. ممكن وأنت قبل ما تضيف العنصر تضغط برضه على زر الناقص ويضيفه زي ما احنا ملاحظين. نضيف احنا 5 لدات، لان نضيف 5 مقاومات.
نفس الحاجة نعمل روتيت اللي هي دوران ونعطيه قيمة 220، لأنه أنا عندي مصدر فرق الجهد 5 فولت. طيب الآن نضيف الأرضي زي ما حكينا على تيرمينالز مود، الأيقونة هذه بضيف الباور وبضيف الجراوند اللي هي الأرضي، ونسينا نضيف المفتاح اللي هنضيفه. هاي المفتاح، الآن المفتاح هنحطه في طريق الباور، نسميها 5 فولت، موجب 5 فولت، وبضيف الطرف هذا مع الأطراف هذه. طبعا بالنسبة لتوصيل العناصر مع بعضها، أنا باجي على طرف العنصر بلاقي إنه صار عندي في مربع، بضغط عليه بيطلع لي سلك، السلك هذا بوصله وين ما بدي زي ما احنا ملاحظين. طبعا إذا عندك باترن، يعني إذا أنت ضليتك توصل بالطريقة هذه، أنت ممكن فقط تيجي تضغط هنا ضغطتين تلاقيه توصل لحاله، بما إنه نفس المسافة بين العنصرين ونفس البعد وفي سلك، يعني أنت لما تيجي توصل من هنا لهنا هو حفظ إنك وصلت هيك، فأي عنصر بعد هيك تضغط ضغطتين عليه هيوصل بنفس الطريقة. يعني لو جينا هنا ضغطنا من هنا لهنا، أنا بس عليه أضغط ضغطتين، لأنه أنا أول مرة رحت ضغطت من هنا لهنا، فهو حفظ إنه أنا لازم أوصل السلك من هنا لهنا. هذا نظام إيش؟ بيسهل عليك عملية التوصيل أو بيسرح، بس لازم طبعا تكون المسافات متساوية بين العناصر، لأنه كانت المسافات مش متساوية مش هيوصل لهنا. زي خلينا أفرجيكم مثال، لو أنا جيت وضغطت هنا ضغطتين توصل هنا، لو جيت ضغطت هنا ضغطتين زي ما احنا ملاحظين وصل لهنا. ليش؟ لأن المسافة بين العنصر هذا والعنصر هذا زادت، فهو اللي حافظه إنه لازم أعمل نفس الخط هذا بنفس الأبعاد هذا، يعني 4 مربعات هنا 4 مربعات، الخامس والسادس هذول هو مش متعود عليهم، يعني أنت ما عملتش قبل هيك من 5 أو 6 مربعات وصلتهم مع بعض. فبروح نشيل السلك هذا، بنرجع العنصر زي ما كان، لو ضغطنا هنا ضغطتين زي ما احنا ملاحظين وصلها 4 مربعات لأنه حفظ من التوصيلات اللي قبل. الآن هيك وصلنا كل العناصر، بضل علينا بس نعمل تست للدائرة. بروح من هنا زي ما حكينا run the simulation أو تشغيل المحاكاة، بضغط أول ما أسكر المفتاح زي ما احنا ملاحظين 5 لمبات ضوء، لو فتحتهم حيطفوا زي ما احنا ملاحظين. هيك بكون الدرس هذا خلص، خلينا ننقل على الدرس اللي وراه إن شاء الله. في هالدرس إن شاء الله هتتعلم كيف تعمل نسخ لعدة عناصر وبلوكس في نفس الوقت. الآن أنا عندي مجموعة العناصر هذه دائرة متكاملة، أنا بدي أكثر من نسخة من الدائرة هذه لأن بدي أجري عليها شوية تغييرات. في عدة طرق إنك تيجي تحددها كلها، تعمل كوبي تو كليب بورد، بعدها تيجي هنا بالزر اليمين تعمل بيست فروم كليب بورد، هيك أنا نسختها ولصقتها. تمام. الطريقة الثانية إنك تيجي عليها تضغط على كلمة بلوك كوبي، مجرد ما تضغط على بلوك كوبي حتضلك تضيف عدد لا نهائي منها لحد ما تضغط على زر اسكيب في الكيبورد. هيك انا ضفت ايش؟ اكتر من نسخة، سمى هذه هو بلوك وانا عملت لها عدة نسخ. هيك عملنا لهم ازالة. التقنية الثانية كيف تغير او تعدل على خصائص العنصر. انا عندي مقاومة هنا، لو بدي اعدل على خصائصها باجي عليها بالزر اليمين بعمل edit properties. زي ما احنا ملاحظين الخصائص باث ريفرنس يعني اسم العنصر هذا R1، اختصار لريزستور 1 يعني اول مقاومة، الريزستنس اللي هي قيمة المقاومة 220، لو بدي اياها 1 كيلو بكتب 1 وكي زي ما انتم ملاحظين، خلينا على 220. الان في طريقة ثانية اسهل، انك تضغط ضغطتين على العنصر بيطلع لك نفس النافذة وبتغير منها. طيب احنا حكينا واحنا بنتعرف على الادوات انه في عندي ايقونه بستخدمها عشان اجهز قائمه بالعناصر هذه، بحيث انه انا لو بدي اروح اشتريها تسهل علي الموضوع بدل ما اقعد اكتبهم على ورقه وقيمه كل واحد فيهم. الايقونه هذه اسمها بيل اوف ماتيريالز، بضغط عليها ضغطه زي ما احنا ملاحظين. لو جيت حلاقي عندي 5 ريزيستورز 5 مقاومات من R1 لR5 قيمتهم 220 عددهم 5. طبعا لو انت كاتب السعر حيطلع لك السعر هنا. عندي كم من دايود، الدايود هو اللي هو الليد، هو معتبره دايود، 5 دايودات عندي،
وكاتب لي الفاليو تبعته ليد كتوضيح يعني. هيك زي ما احنا ملاحظين في عندي قائمة بكل العناصر الموجودة في التصميم، بقدر اطبعها واخدها معايا. خلينا نرجع الآن، خلينا نتعرف على كيف ممكن احنا نعمل عنصر خاص فينا. انا مثلا عندي دائرة الكترونية وحابب اعمل عنصر، يعني جيت بحثت عن كل العناصر هنا ولقيت انه في عنصر مفقود، فكيف بدي انا اضيفه على التصميم تبعي عشان تكمل عند الدائرة. فلنفترض ISD 4 0 0 4 1 مثلا، لو لاحظنا مش حيطلع لي اي نتيجة للبحث. ليش؟ لان العنصر مش موجود عندي. فالحل الوحيد اللي امامي بيكون اني اضيف العنصر او ارسمه بنفسي. خطوات رسم العنصر بسيطة، العنصر حيكون انت عندك اما على ارض الواقع او عندك شكله. فبتيجي لو افترضنا ان العنصر عبارة عن اي سي، بترسم مستطيل، بعد ما ترسم المستطيل خلينا نسميها بأي اسم، طبعا هذا للتحديد زي ما حكينا، بحرك الاسم بخليه لفوق. بعدها باجي على الأيقونة اللي حكينا عنها Device Bin Mode عشان أختار البنات. باجي للبنات بحط كلمة ديفولت، ببدأ أضيف بنات حسب كم رجل عندي للتصميم تبعي. فلنفترض إنه في 5 رجلين. طبعا لازم تراعي وانت بتضيف الرجلين انه يكون علامة الاكس لبرا عشان تقدر توصله مع عناصر تانية. خلينا نزبر المستطيل، ممكن عشان نضيف له شوية واقعية تروح تضيف له دائرة هنا. زي ما احنا ملاحظين كل بن من البنات لازم يكون له اسم ورقم زي اي عنصر تاني. بضغط عليه ضغطتين، بن مثلا بسميه ايه وبضيف له رقم 1 مثلا، هاي مثلا بي 2 سي 3 دي 4 اي 5 F6 U7 H8 I9 وG10. هيك صار. فلنفترض انه صار عندي العنصر جاهز. هيك باجي بقى بحدد كل العنصر، بختار هذا التحديد وبحدده كله، وبالزر اليمين بضغط على ميك ديفايس يعني اصنع عنصر. هنا بختار الاسم تبعه ISD 4 0 0 4 1 2، بضغط على نيكست. لو بدي اضيف له الباكج بنضيفها، بس انا ما عنديش باكج له. بضغط على نيكست نيكست، وهنا بختار ديفايس كاتيجوري يعني في اي كاتيجوري بدي احطه انا. بروح بعمل كاتيجوري جديد او تصنيف جديد باسمي مثلا اشرف، بضغط على اوكي، بروح بضغط على اوكي. هيك انا صار عندي زي ما انتم ملاحظين هنا نضاف عنصر جديد اسمه ISD 4 0 0 4 12 اللي احنا عملناه، وبقدر انا اضيفه زي ما انتم ملاحظين، بضيف اي قد ما بدي منه، وامكاني اوصله مع اي عنصر تاني زي ما انتم ملاحظين. هيك صار انا عندي عنصر كامل متكامل. في هالدرس ان شاء الله هنتعلم كيف نصمم دائرة إلكترونية أكثر تعقيد من الدائرة اللي فاتت، وكيف إن شاء الله نصدرها على برنامج الأريس أو جزء الأريس بحيث إنه نعمل البي سي بي تبعتها. خلينا نبدأ بإضافة عناصر الدائرة. عندي بيك 16F877 و LCD. خلينا نمسح العناصر الموجودة هنا، نروح نضيف العناصر بيك 16F877
عندي كريستال، طبعا كل عنصر مكتوب عليه اسمه بيكون في الدائرة، فأنت بتبحث عنه أول حاجة باسمه. كاباستور، وعندي LCD، طبعا هيطلع لي أنواع كتير، تختار النوع اللي متوفر عندك. فنفترض إنه هذه، هاي LCD، هاي البيك، وهاي الكريستالة. طبعا لازم تكون الرسمة قدامك عشان تعمل إضافة على العناصر هذه. طيب هيك ضفنا معظم العناصر في المنطقة هذه، خلينا نضيف باقي العناصر اللي هنا. عندي العناصر 1 3 و5 مع الأرضي في ال LCD، 1 3 5 مع الأرضي. بعديها عندي 2 مع ال VCC، طيب نوصل باقي العناصر. الآن عندي D4 هنا، وصل مع هنا مع RB4، فنوصله D4 مع RB4. طبعا هيك توصيل بأسلاك. في طريقة تانية للتوصيل حكينا حنحكي عنها، هي عن طريق تيرمينالز مود اللي اخذنا من الباور الجراوند. تيجي على كلمة ديفولت، تروح بتضيف هنا وبتشبكه مع البن اللي بدك توصل فيه، بتسميه مثلا A1، بتروح هنا بتضيف نفس البن بتسميه بنفس الاسم. هيك انت زي ال وكأنك يعني وصلتهم مع بعض، هيك A1 هيك، وكأنه في سلك هيك جاي وموصل البنين هدول مع بعض. هذا بيخلي تصميم من الناحية الجمالية أفضل بكتير. الـ RS مع العنصر هذا، والـ E مع العنصر هذا. طبعا بضل هنا شوية مفاتيح، خلينا نضيفهم مش اختصار للوقت، بس طبعا اضافتهم سهلة جدا. مقاومات، مفاتيح، وأرضي فقط لا غير. الآن خلينا ننتقل لجزئية الأرس. أنا هيك جهزت تصميم على الأيسس اللي هو الأزرق، لو ضغطت على الزر الأحمر الأرس هينقلني على البرنامج الخاص بتصميم البي سي بي. واجهة العمل هذه اللي لونها أسود ضمن المربع هذا الأزرق حيكون كل شغلي. خلينا نتعرف على الأدوات والعناصر. لهنا هي نفس الأدوات، اللي بيختلف عندي كتير بس هدول ديزاينر والمانجر. هذه الأداة بيتم استخدامها عشان تحدد انت بدك تشغل دبل لاير ولا وان لاير. ايش يعني دبل لاير ولا وان لاير؟ الوان لاير اللي هي بيكون طبقة نحاس واحدة بس، اما الدبل لاير بيكون عندي طبقتين نحاس فوق وتحت. طبعا حسب انت الامكانيات المتوفرة عندك بتختار. اذا كان عندك دبل لاير بتسيب الاعدادات زي ما هي، بضل عليك بس تحدد عرض الأسلاك النحاسية اللي حتكون في التصميم. فبتيجي من هنا بتحطها T40، هو هذا الستاندرد للباور وللسيجنال T40. طيب لو أنا عندي بس وان لاير، يعني عنديش غير ألواح بي سي بي نحاسية طبقة واحدة، بروح بغير الأحمر اللي هو التوب كفر بخليه بوتوم كفر، بروح على الباور نفس الحاجة بخليها أحمر لونها ازرق بدون كبر، تمام هيك، ونحط اوكي. هيك انا جهزت البرنامج بحيث انه كل شغلي حيكون على اساس انه وان لاير وعرض الخط T40. اوتروتر هذا عباره عن اداه بيتم استخدامها لعمليه التوصيل التلقائي للاسلاك. اوتوماتيك نيم جنريتور هذا بيقوم بعمليه تعويض الاسماء المفقوده لبعض العناصر الموجوده عندي في التصميم. طيب نيجي على الشمال نشوف الادوات الموجوده هنا.
هذه بتقوم بعملية اختيار وإضافة العناصر. طبعا أنا بما إنه كنت فاتح الآيسس ومجهزها للتصميم عليه، فأول ما نقلت هنا نقل لي الباكجز أو الفوت برينت أو الإشي المقابل للعنصر تبعي اللي موجود في التصميم هنا على البي سي بي. طبعا كل عنصر له فوت برينت خاصة فيه، بيحكوا عنه فوت برينت. زي ما احنا ملاحظين الكباستور او المكثف له رجلتين، هاي له بنين هنا عشان يكون على التصميم تبع البي سي بي. هنا زي ما احنا ملاحظين هاي رسمته هنا، اما رسمته في البي سي بي حتكون بالشكل هذا. طبعا اي عنصر مفقود انا ممكن اضيفه باستخدام هذه الاداه. لو ضغطت انا هنا بروح بضغط على البي وبختار العناصر اللي بدي اضيفها زياده على التصميم تبعي، بس هو غالبا بكون ناقل لي كل العناصر تبعتي. طيب التراك مود هذا بتحدد انت لو بدك ترسم اسلاك نحاسيه بين العناصر لحالك، بتختارها بتروح تضغط على تي 40 اللي هو الستاندرد اللي حكينا عنه، عرض السلك النحاسي، وبترسم عادي، بدها ترسم بصوره عاديه جدا، بس طبعا لازم يكون في عناصر. هدول عباره عن الثلاثه، هدول عباره عن بنات. البن اللي هو عباره عن الرجل اللي بتكون في البي سي بي او المكان اللي بنحط فيه رجل العنصر على اللوح النحاسي. الستاندرد سي 9050، يعني انت بتضيف البن على التصميم تبعك زي ما احنا ملاحظين. هذه المنطقة اللي لونها سكنة بيكونش فيها أي نحاس، المنطقة النحاسية هي المنطقة اللي حواليها، وهذه المنطقة هي اللي أنت بتستخدم المقدح أو الدريل عشان تعمل فيها فتحة عشان تفوت الرجل النحاسية. طبعا في منها أشكال مربع أو زي ما احنا ملاحظين مطول بصورة عريضة. هذه العناصر تستخدم لرسم أي عنصر مفقود. هذه القائمة اللي تحت بتحدد أي طبقة أنا بدي أشتغل عليها حاليا، لأن في طبقات كتير، طبقة بوتوم كبر وتوب كبر، يعني طبقة النحاسية السفلى والنحاسية العليا، طبقة الحدود، هنحكي عنهم هدول إن شاء الله هلقيتها بصورة مفصلة أكتر. بس إحنا هيك تعرفنا على واجهة برنامج الأرس. الآن خلينا نرجع على الآيسس ونجهز التصميم تبعنا لنقله على الأرس. طبعا لازم في شوية أمور أنت تاخدها بعين الاعتبار وتعملها عشان يكون التصميم تبعك جاهز. أول حاجة الأرضي، خط الأرضي وخط الخمسة فولت أو خط الباور، لازم توحد أسمائهم. في البروتاس الاسم الموحد المعتمد اللي هو VCC أو VDD. لو جيت ضغطت على أي عنصر، ضغطت على باكجينج تول، هتلاحظ انه انا عندي الباور مسمينها VDD، اما الارض مسمينه VSS، فكل الباور الموجوده لازم تكون VDD. هنروح نغيرها ل VDD عشان يتم توصيلها تلقائي مع بعض. وين ما يكون في باور لازم يكون VDD. طيب الان الارض لازم كله يكون VSS زي ما احنا ملاحظين. هيك المفترض التصميم تبعي انا جاهز. لازم طبعا تراعي كل خط ارض مرسوم يكون اسمه VSS، كل خط باور مرسوم يكون اسمه VDD، وتراجع الاسلاك تبعتك والتوصيلات تبعتك. بعديها بدنا نتاكد انه كل عنصر بيمتلك البي سي بي باكج او الفوت برنت تبع البي سي بي تبعته موجوده. بروح بضغط على باكجينج تول زي ما احنا ملاحظين، هذا الشكل هو تبع البي سي بي 100%، هو هذا. لو جيت على ال سي دي، ال سي دي حسب انا ايش البي سي بي اللي موجود عندي، ايش نوع ال سي دي اللي موجود عندي. طبعا بتختلف من واحده للثانيه. ال سي دي المضافه مضيوف معها بصوره ديفولت للباكج هذه، انا ممكن اغيرها. بروح بضغط على اد وبضغط على كون وبختار اللي بدي اياها. لو افترضنا انه انا كون شرطه دي اي ال نفس الاسم اللي هنا، نستعرض الحاجات اللي موجوده، بلاقي عندي خيارات كتير. شايفين كيف الخيارات توضح هنا؟ أنا ممكن أجي أشوف الفوت برنت. أنا بدي باكج تكون الأسنان تبعتها مع بعضها البعض على نفس الخط، لأنه هذا النوعية هي اللي متوفرة هنا في البلد. بختار هذه مثلا، هي أقرب وحدة. زي ما احنا ملاحظين ضاف بشكل تلقائي البنات تبعتها، زاد طبعا أربع بنات في الآخر، هدول مش حيلزمونا كتير، مش حيشكلوا لنا مشكلة. بس طبعا لازم أنا أعمل إزالة للموجودة في الأصل اللي هي هدا اللي هي هنا. بضل عندي بس هذه، بعمل أساين باكج سيف
وياس. هيك تمام، هيك بحفظ. انا عندي الشغل برجع بضغط على ايقونة الارس عشان يحدث. هنا زي ما احنا ملاحظين ضاف لي كل العناصر. الان اول حاجة بدنا نتعلمها كيف نضيف العناصر بصورة صحيحة. في امرين مهمين لازم نعرفهم. الامر الاول، لازم تشبيك العناصر تكون مطابقة للحقيقة بصورة كبيرة، بحيث انه اقلل او اخفض عدد الاسلاك او الجامبرز اللي لازمة. كيف يعني؟ يعني كل ما كانت العناصر اقرب لبعضها البعض ومرتبة بصورة صحيحة اكثر، كل ما كان توصيلهم اسهل وما احتاجتش انا اوصل اسلاك خارجية بين العناصر. الان خلينا نضيف ال LCD على اليمين، البيك زي ما احنا ملاحظين هنا، الكريستالة هنا، عند الاثنين كابستور. هيك انا رتبت العناصر نفس وضعها الحقيقي. انا عندي التصميم الاصلي كان ال LCD هنا، البيك هنا، الكريستال والكابستور هنا. الان لازم نتعرف على طرق تشبيك الاسلاك بين العناصر هذه. في عندي طريقتين. الطريقة الأولى التشبيك اليدوي، اللي هي أنا أروح هنا أختار T40 وأروح أمشي. الأسلاك الخضر هنا بتوضح لي التوصيلات بين العناصر، بين ال LCD اللي هي هنا وبين البيك اللي هي هنا، وأمشي أضغط على البن هذا وأمشي مع السلك الأخضر لحد ما أصل للطرف الثاني تبعه وأشبكه يدويا، وهكذا مع كل الأسلاك الخضراء هذه. هذا اسمه التشبيك اليدوي. الطريقة الثانية اسمها التشبيك الأوتوماتيك. هذه الطريقة بتعتمد بصورة أساسية على الأداة اللي هنا اللي اسمها أوتو روتر. لو ضغطت هنا هيطلع لي واجهة، كل اللي علي أعمله أضغط على Begin Routing. البرنامج لحاله بصورة تلقائية زي ما هتلاحظوا هالجيت هيحاول يلاقي أفضل طريقة للتوصيل بين العناصر ويوصلهم. طبعا في النهاية ممكن يطلع لك عنصر أو عنصرين، فيش أي طريق بينهم، هتضطر تحط لهم حاجة بسموها جمبر أو سلك خارجي عشان توصل بينهم. لكن هذه الطريقة بتسهل كتير كتير عليك الشغل، وفي حال كان تصميمك كبير فهذه الطريقة بتوفر عليك من ساعة لساعتين في عملية تشبيك الأسلاك. زي ما احنا ملاحظين وصل لي كل العناصر بصورة صحيحة. الآن لازم ألفت انتباهكم لنقطة معينة، اللي هي إنه أحجام البنات هذه تبعت العناصر اللي محطوطة بصورة تلقائية مش دايما بتكون مناسبة حسب طبعا حجم الدريل اللي عندك. فأنت لازم تيجي هنا وتختار C90 50 إذا عندك الدريل حجمها 1 ملي أو المقدح، وتغيرهم كلهم. تيجي فوق كل عنصر وتغيره. طيب الآن بدنا نعمل فاينلايز ونجهز التصميم للماس برودكشن. أول حاجة بدنا نضيف حدود للتصميم، بدنا نتأكد إنه خالي من الأخطاء، بعدها نراجع الإليمنت باد سايز اللي هو حجم البنات ونشوف الـ 3D فيو. اول حاجه حجم البنات تو حكينا عنها، اللي هي انه نعدل الاحجام هذه بحيث تكون مناسبه لحجم الدريل تبعتنا، لانه هذه ممكن التصميم كله يضرب بسببها زي ما احنا ملاحظين. الخطوه الثانيه نتاكد انه التصميم خالي من الاخطاء. ايش يعني خالي من الاخطاء؟ لو جينا هنا زي ما احنا ملاحظين كاتب لي انه في ميسنج، وان ميسنج. ايش يعني وان ميسنج؟ يعني في سلك من هنا لهنا مفقود مش متوصل، فانت لازم توصله. هو يعني البرنامج مش موصل، فانا باجي بضغط هنا وبطلع في السلك زي ما احنا ملاحظين بوصله بكل سهولة. هيك بطل في اي اخطاء عندي في التصميم. ثالث حاجة بدنا نروح نضيف حدود للتصميم. بروح هنا بختار الانر، او في البدايه بختار، لازم اختار الصوره المربع، بعدها بختار البورد ايدج الصفراء، مربع بعدها البورد ايدج. بروح بحدد التصميم كله. هيك انا ضفت له حدود. كيف نشوف شكل ثلاثي الابعاد للتصميم؟ بروح بضغط على 3D فيجوالايزر اللي هي هنا عشان تعرض لي شكل ثلاثي الابعاد. زي ما احنا ملاحظين هاي شكل ثلاثي الابعاد للتصميم تبعي. طبعا ممكن عن طريق الماوس احركه زي ما انا بدي، زي ما انتم ملاحظين هاي الاسلاك وهاي البنات، هاي الكريستالة، المكثفين، البيك، وهكذا.
هالة بنحط ال LCD، بإمكانك طبعا تخليها تحفظها كصورة بحيث تستخدمها بعد هيك، أو بإمكانك تخليها تلف كصورة جمالية يعني. بهيك بكون وضحت لكم كيف ممكن انت تعمل دائرة باستخدام برنامج البروتاس بكل سهولة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم. رجاء نشر ومشاركة الفيديو والضغط على إعجاب، وكان معكم أشرف سعيد المدهون، فريق مهووسو التقنية الحديثة. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير وسبسكرايب، اشتراك في القناة، ويعطيكم ألف عافية.